شاشات في الملاعب العام في المكان العام. الليلة ده خطر العنابي مع اسمي الاخر. ففي الميدان العام هو الناس كلها بتتفرج بيشوفوا في المباراة اللي هو العنابي العنابي العنابي. وخطرين الليلة دي مش شفتين فتحة كبيرة جدا. ونحن طبعا قاعدين حسح في محلتنا دي هو مع المغرب هو المحل الجميلة دي وديلة العائلة هناك قاعدين يأكلوا. والوقت غروب زي ما شفنا في الغروب الناس جاية برضو مع البرد مع البرد الشديد دي. وقطر وبطبيعة الحال راعي هذه المباراة في هذه الأفلام أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الشيخ تميم داخل المباراة ومعه عائلته أحداث هذه المباراة الكبيرة. وبالتأكيد بجانب الشيخ جاسم بن حمد أيضا في هذه الأجواء الكبيرة للغاية قبل انطلاقة النهائي القاري بين الشعبين الأشقاء. نشوف في بعض المشجعين لم يتمكنوا من الوصول إلى ملعب لوسفل وكان الأمر صعبا جدا من أجل الحصول على تذاكر المباراة بعد أشهر بسيطة من تفويت الأرجنتين في كأس العالم ورفع ليونيل ميسي للكأس العالمية. الشيخ تميم بن حمد الثاني يحضر في هذه المباراة بالتأكيد إلى نهائي البطولة وقد يسافر لشقيق ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني مع رئيس الاتحاد الآسيوي رئيس الاتحاد الدولي. ظهر الليلة دي مباراة تسخن شوية في العوائل هنا وهناك المرصوصين ديالك برضه جنب الحيطه دي عشان البرد قاعدين يتفرجوا. والشباب هنا بيلعبوا الاطفال والناس الكبار والناس هناك والشلال برضه شغال شلال فوق نازل في الحدائق العامه وحدائق جميله جدا جدا. والاسر اهو العربات والمغرب الحكايه ماشيه اهو في اعداء الغصب للاعبين بيعدوا الغصب بتاعهم. بعدين نشوف النتيجة دي.